نهاركم سعيد ويوم جديد بيجمعنا فيكم على شاشة الفضائية التربوية اللي نترافق نحن وياكم عبر برنامج مراسلو التربوية لمدة تقريبا ساعة من الزمن، نتعرف من خلالها على الواقع التربوي والتعليمي في محافظاتنا السورية من خلال تغطيات ورسائل لمراسلنا من أرض الواقع والميدان. فاصل صغير وراجعين. رح نكون معكم بمتابعة ميدانية للواقع التعليمي في محافظاتنا السورية، واليوم رح يكون لنا وقفة من محافظاتنا المختلفة وزيارة لكاميرا مراسلو التربوية إلى فرع المؤسسة العامة لمطبوعات الكتب المدرسية في محافظة الحسكة للإضاءة على التحضيرات وواقع وآلية توزيع الكتب المدرسية على المدارس، ومدى أيضا توفر هذه الكتب وتلبيتها لاحتياجات المدارس وتلبية أيضا احتياجات المدارس من الكتب المختلفة لمختلف المراحل التعليمية. من السويداء أيضا إضاءة على دورات أطلقتها وزارة التربية لتدريب وتأهيل مدرسي مادة اللغة الفرنسية على المنهاج الجديد الذي تم تأليفه خلال هذا العام. من ريف حماة أيضا رح يكون لنا وقفة من إحدى المدارس في قرية طيبة الإمام يلي تم الانتهاء من صيانتها ودخولها في الخدمة وأيضا استقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد. رح ننتقل معكم إلى حلب في إضاءة على الدورة المركزية لتشغيل وصيانة الآلات ويلي بتضم مجموعة من معلمي الحرف من معظم المحافظات السورية لحتى يتم تدريبهم على صيانة التجهيزات بشكل دوري ومستمر وأيضا موضوع الحفاظ على هذه التجهيزات. بالبداية اسمحوا لي حي مراسلينا اللي رح يكونوا معنا بجولتنا لليوم، وابتدي من عند خضر الهويد من الحسكة، ضياء قدور من حلب، سماهر دانور من السويداء، وليد سلطان من حماة. أسعد الله أوقاتكم ونهاركم سعيد زملائنا. بداية مشاهدينا رح نكون معكم من الحسكة، وزميلنا خضر الهويد اللي رح يكون معنا من فرع المؤسسة العامة للطباعة في الحسكة في إضاءة على التحضيرات وآلية توزيع الكتب المدرسية على المدارس وأيضا الكمية التي تم استجرارها للعام الدراسي 2021-2022 والجهود المبذولة رغم كل التحديات لتأمين الكتاب المدرسي لكافة المدارس للعام الدراسي الجديد. تفاصيل أكثر مع زميلنا خضر. تحية لكم زملاء في استديو مراسلو التربوية ولمتابعي شاشتها. من جديد سوف نكون معكم اليوم من محافظة الحسكة وتحديدا من فرع المطبوعات في المحافظة، حيث يستمر وصول الكتاب المدرسي إلى المحافظة لحين استكمال مجمل حاجة المحافظة من الكتاب المدرسي. عمليات إيصال الكتب بدأت منذ الفصل الدراسي الثاني، جهود كبيرة يبذلها فرع المطبوعات والمدير العام للمطبوعات بشكل عام بهدف إيصال الكتاب المدرسي إلى محافظة الحسكة وسط ظروف صعبة. كما نشاهد الآن وصول عدد كبير من الكتب إلى المستودعات كمرحلة أولى ليتم توزيعها على باقي المستودعات والمدارس في المحافظة. الأستاذ أحمد الدهش مدير فرع المطبوعات في محافظة الحسكة، أسعد الله أوقاتكم أول شيء. وأوقاتك صباح الخير لك ولكل مشاهدي التلفزيون. أستاذ أحمد، يعني جهد كبير لحين وصول هذه الكميات من الكتب وجهود مضاعفة خاصة في محافظة الحسكة، بدنا نحكي عن عملكم خلال فترة الصيف وخلال هذه الأيام. نحن الآن تقريبا في شرفنا على الدوام الإداري وبداية افتتاح المدارس، بدنا نعرف عملكم خلال هذه الفترة شو أنجزتوا؟ طبعا نحن لدينا لجنة مشكلة بين فرع المطبوعات بالحسكة ومديرية التربية لتقدير حاجة المحافظة من الكتب المدرسية. ما أن انتهينا من عملية تقدير حاجة المحافظة حتى بدأت المؤسسة العامة للطباعة بإرسال حاجة المحافظة من الكتب المدرسية بكميات كبيرة وبجهد استثنائي حقيقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة الحسكة كون نقل الكتاب المدرسي لا يتم إلا جوا عبر مطار دمشق الدولي إلى مطار القامشلي، ومع ذلك المؤسسة العامة للطباعة ومنذ الانتهاء من عملية تقدير الحاجة وإرسالها إلى المؤسسة قامت بإرسال كميات من الكتب إلى المستودع الرئيسي في القامشلي. الآن كما ترون نحن في أحد مستودعات فرع الطباعة بالحسكة، قمنا بنقل هذه الكتب إلى مستودعاتنا بمدينة الحسكة بجهود أيضا استثنائية من السيد المحافظ وقيادة الشرطة والجهات الأمنية، لأن عملية نقل الكتاب المدرسي من المستودع الرئيسي إلى المستودعات الفرعية التي تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري
هي عملية شاقة وكبيرة. هناك تحديات كبيرة حقيقة نتعرض لها، كون هذه المحافظة تمر بظروف استثنائية، أولا بسبب وجود منهاج مغاير لمنهاج الجمهورية العربية السورية، فوجود الكتاب المدرسي هو رسالة لوجود الدولة وبقاء الدولة، ونحن مستمرون بعملنا ليلا نهارا. كما ترون حاجة مدينة الحسكة من الكتب المدرسية وصلت، نحن على أتم الاستعداد لتوزيع الكتاب المدرسي على مدارسنا. كل الشكر لكم أستاذ أحمد، أكيد جهود كبيرة يعني مثل ما حكيت لي قبل الهوى في إيصال الكتاب إلى محافظة الحسكة، والهدف هو إيصال هذا الكتاب للطلاب الذين يرغبون. وحقيقة مثل ما حكيت لي يعني السنة الماضية يعني فرع المطبوعات حقق أعلى نسبة مبيعات بالنسبة للكتاب المدرسي، وهذا يعكس رغبة الأهالي في تعلم منهاج وزارة التربية. حقيقة هو في إقبال كبير جدا وثقة أهلنا في المحافظة، خاصة اليوم نحن هناك مدارس منزلية على امتداد مساحة هذه المحافظة أيضا تقوم بتدريس منهاج الجمهورية العربية السورية. نحن جاهزين للانطلاق بعمليات التوزيع، مجرد وصول قوائم اسمية مصدقة أصولا من مديرية التربية وتزويد مديرية التربية ومدارسنا بمنهاج الجمهورية العربية السورية. يعطيكم ألف عافية أستاذ أحمد. أيضا يعني نحن الآن سنلتقي ببعض المعنيين هنا في المستودع الكتاب المدرسي في محافظة الحسكة، أحد العاملين هنا في هذا المستودع أو المسؤول عن موضوع الكتاب المدرسي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بكم. تعرف عليك أول شيء. من مستودع الابتدائي فوزي إسماعيل الصالح، مستودع ابتدائي بالحسكة. بدنا نعرف منك يعني مستودع الابتدائي، يعني خلينا نقول التعليم الأساسي، يعني هو الحلقة الأولى والحلقة الثانية، كميات الكتب الواردة ومدى كفايتها، يعني متى ستبدأون بالتوزيع وآلية التوزيع؟ يتم التوزيع ببداية أول يوم عام دراسي للطلاب. طبعا الطالب يصل على المدرسة يكون كتابه جاهز له وموزع أصولا وفق قوائم اسمية ترد من مديرية التربية. كميات الكتب جيدة جدا واصلة للحسكة، ويتم استكمالها إن شاء الله تباعا أول بأول. يعني بداية الدوام الإداري أو ولا الدوام المدرسي يتم توزيع الكتب؟ بداية الدوام الإداري يوزع الكتب على المدارس، وبالنسبة للطالب يأتي أول يوم دراسي يكون كتابه بيده. ان شاء الله الكميات كافيه ولا لسه عم بدكم تستكملوا عمليات النقل؟ نستكمل ان شاء الله عمليات النقل، ونحن مستمرين عمليات النقل يوم بيوم، قاعد تجينا تقريبا يومين وثالث من مطار دمشق الدولي، ونتكمل الكتب اول باول. تمام، يعطيكم العافية أكيد على الجهد الكبير الذي تبذلونه هنا في فرع المطبوعات في محافظة الحسكة. يعني متابعينا كما نشاهد كميات الكتب بعدسة الزميل عبد الباقي مشوح، كميات الكتب التي وصلت مطمئنة لمحافظة الحسكة، والاستكمال خلال الأيام القادمة والعمل على تأمين الكتاب المدرسي بشكل كامل للتنويه. هذا الكتاب هو كتاب الأساسي فقط، هناك مستودعات أخرى ل الثانوي بمختلف اختصاصاتي. هذا ما في جعبتنا لليوم، عودة إليكم الآن في استديوهات التربوية. شكرا لك زميلنا خضر على هذه التغطية، وفعلا اطمأنينا على واقع الكتاب المدرسي في محافظة الحسكة. شفنا وصول يعني لنسبة كبيرة جدا من الكتب المدرسية إلى هذه المحافظة رغم كل الصعوبات التي يعاني منها العاملون أو الذين يعملون في القطاع الحكومي لإيصال هذا الكتاب وإيصاله إلى المدارس. أيضا مثل ما كما نعلم أيضا أنه هناك الكثير من المناطق يتم فيها العمل على تهميش هذا الكتاب، وشفنا من خلال الاستطلاع اللي كان معنا أو من خلال الضيف اللي كان معنا ضمن هذه التغطية أنه عم يتم تدريس هذا الكتاب حتى ضمن المنازل. يعني هناك إصرار من الأهالي على استخدام هذا الكتاب اتباع المناهج الحكومية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، مثل ما ذكرنا رغم كل الصعوبات يتم إيصال هذا الكتاب حتى إلى المناطق الساخنة، ويتم اعتماده كمنهاج أساسي لإيصال جميع المفاهيم إلى طلابنا. نتمنى النجاح للجميع. ننتقل معكم مشاهدينا لريف حما مع زميلنا وليد سلطان اللي راح يكون معنا من احد المدارس في قريه طيبه الامام، واللي عم يتم الانتهاء من صيانتها ودخولها في الخدمه، وايضا استعدادها لاستقبال الطلاب مع بدايه العام الدراسي الجديد. تفاصيل كثيره راح نشوفها مع زميلنا وليد.
نعم زملاء، أسعد الله أوقات الجميع بكل خير. نحن على مشارف بداية عام جديد، ومديرية التربية ووزارة التربية ككل في أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي ولاستقبال طلابنا الأعزاء على مقاعد الدراسة. نحن رصدنا لكم بإحدى التقارير السابقة واقع المدارس في أرياف حماة، حيث تم مؤخرا صيانة 88 مدرسة صيانة كاملة في معظم أرياف حماة، صيانة كاملة نتيجة العمليات التخريبية، إضافة إلى 114 مدرسة صيانة جزئية. هذول طبعا الصيانات اللي تعرضوا لتخريب نتيجة العمليات الإرهابية اللي طالت هذه المناطق. مديرية التربية دائما تسعى لاستقطاب الطلاب، وطبعا استقطابهم من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال الدراسة وأماكن الدراسة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري. نحن طبعا في إحدى مدارس اللي تم الانتهاء أو شبه الانتهاء من صيانتها، مباشرة راح نلتقي مع السيد عبد الله حسن المشرف على صيانة إحدى المدارس في الريف. أول شيء بدي لك يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ ولي، شرفته. هلا نحن المدرسة كيف كان وضعها وكيف شايفها؟ هلا أنا شايفها الحمد لله إن شاء الله جيدة. هلا كانت المدرسة كل ما بيعرف العالم إنه كان فيها دم جزئي بالبناء، كانت مخربة، لا بواب لا شبابيك لا كهرباء. قمنا بصيانتها عن طريق دائرة الأبنية المدرسية، صيانة كاملة تتحمل الصيانة من أبواب ونوافذ حديد ونوافذ ألمنيوم ودهان. هلا سيد عبد الله، نحن مثل ما حكيت صيانة نوافذ وأبواب ودهان، تقريبا الموعد المحدد للنهاية كيف؟ موعد المحدد بداية العام الدراسي، نوعد الطلاب أبنائنا الطلاب بداية العام الدراسي إن شاء الله من سلم المدرسة استلام كامل. طبعا هلا نحن ملاحظين الدهان عمليات أخيرة إن شاء الله، يعني نحن هلا أقل من أسبوع شوي إن شاء الله افتتاح المدارس بيكون منتهي بشكل جيد، نضمن التنفيذ الصح كامل كامل إن شاء الله. بداية العام الدراسي بيكون جاهز لاستقبال الطلاب. طيب المواصفات الفنية مين كان مشرف عليها؟ المواصفات الفنية تم الإشراف عليها من قبل دائرة الأبنية المدرسية بجهود من رئيس الدائرة والمهندسين. كان يوجد عوائق لكن نتلافى الأبنية المدرسية بمساعدة المهندسين وبتوجيهات من رئيس الدائرة. إذا نحن من مثل ما حكى السيد عبد الله، نحن اللي مشرف على البناء الحمد لله بالفعل جد ما مجاملة، صيانة كويسة مثل ما راح نلاحظ. الكاميرا هي اللي راح تكون أصدق من الحكي تنفيذ إن شاء الله، وبنتمنى من طلابنا باسمك واسم الجميع يحافظوا على المعلم الحضاري. إنه نطلب منهم يحافظوا على أساس المدرسي مثل ما سلمناهن اياها ان شاء الله. بدي اشكرك واقول لك يعطيك العافيه. طبعا زملاء راح مباشره نحكي مع مدير المدرسه. اول شيء بتعرفنا حضرتك؟ الاستاذ فراس الشيخ علي، مدير مدرسه خوله بنت الازور حلقه ثانيه طيبه الامام. هلا حضرتك كنت مشرف على متابع لعمليه الصيانه، كيف كان الاجواء العمل الصيانه؟ كانت الاجواء ايجابيه جدا، وكانت تتم الاعمال بنشاط ننجز الأعمال على بداية العام الدراسي الجديد من أجل أبنائنا الطلبة وتهيئة الأجواء اللازمة والمستقرة لهم، وتضافرت الجهود الحقيقة من كل الجوانب من أجل إعادة بناء هذه المدرسة وغيرها. طيب عدد الطلاب المتوقع الالتحاق مع بداية العام الدراسي الجديد قديش؟ حاليا 410 طلاب طالبات. دوام واحد أو دوامين؟ دوام واحد. هي مرحلة سنوية أم أساسية؟ أساسي. تماماً. إذا هلا شو نحن رسالة من خلالك للأهالي للطلاب نحافظ على المعلم الحضاري؟ دائماً الأمم ترتقي بالتعليم، كيف نحن بنقول لهم؟ نعم نحن بنخبر الأهالي، والحمد لله أهل المدينة مدينة طيبة الإمام واعيين ثقافياً وعلمياً على مستوى الوطن العربي، حتى بنخبر الأهالي إنه يخبروا أولادهم يحافظوا على هالمعالم الحضارية اللي هي الحقيقة لأولادنا بالأساس، لأولادهم ولأحفادنا وللأجيال. وبدنا نخبر نحن اللي مراهنين على كان وضعنا السيء، إنه بنقول نحن شعب عمره الحضارة 9000 أو 10000 سنة، ما لنا بحاجة لا لأمريكا ولا للدول الاستعمارية، بنبني بلدنا بنفسنا. والحمد لله عم نشوف نحن، بجوز في ناس ما عم تشوف، نحن عم نشوف أكثر من 100 مدرسة خلال هالسنتين تأهلت في الريف الشمالي وفي حماة نتيجة العصابات الإرهابية اللي خربتها، ولكن نحن شعب حي وقادر على البناء.
وحيبقى ان الله يستر بلدنا عامره باذن الله ان شاء الله. بدي اشكرك استاذه. طبعا احنا كمان الكاميرا بالرد بكرر عم ترصد الواقع الصيانه. بدي كمان التقي باحد الاخوه الاهالي. حضرتك بالاهالي او من الكادر التدريسي بالمدرسه؟ نعم. بتحكي لي كمان كيف وضع الصيانه استعدادكم لاستقبال العام الدراسي؟ نعم، وضع الصيانه ممتاز الحمد لله، يعني العمل قائم على قدم وساق. بالنسبة للطلاب متشوقين يجوا على المدرسة طبعا، لأن عانينا بالدوام الدوامين ونصرف بعد المغرب. الآن هلق في بشريات أنه نداوم إن شاء الله بأول العام الدراسي. طيب كمان حكيت لزميلك مدير المدرسة كيف أنا نحافظ على الأساس المدرسي هذا؟ دائما نحن حضارتنا من خلال العلم والتعلم ووعي الطلاب لأهمية العلم. نعم، هذا واجبنا طبعا، واجبنا الأخلاقي والديني والإنساني انه نحافظ على هالشيء اللي كلف كثير وقليل، يعني شايف. وطلابنا وطالباتنا واعي لهالامر. كمان بدي اشكرك طبعا زملاء، مثل ما ملاحظين الصيانه على قاربت على الانتهاء، مشارف الانتهاء من لاجل تستقبل الطلاب مثل ما حكيت بدايه حديثي على مقاعد الدراسه. والحمد لله مناطق الارياف حما كلها مثل ما حكيت بدايه التقرير حوالي 88 مدرسه تم صيانتها صيانه كامله و114 مدرسه صيانه جزئيه. هذا بيدل على حرص وزاره التربيه الاهتمام بالعلم، استقطاب الطلاب مجرد عودتهم الى المناطق المحرره. ان اهم شيء كان واهم اولويات الوزاره هي عوده المدارس وعودة الطلاب إلى المقاعد الدرسية. بتمنى إن شاء الله انطلاقة عام دراسي جيد ينهل منه الطلاب العلم والمعرفة ويرتفع شأن سوريا دائما، وإن شاء الله كل عام أنتم بخير للجميع وعام دراسي موفق لجميع طلابنا. بنعود إلى حضراتكم في الاستوديو. كل عام وانت بألف خير. زميلنا وليد سلطان كنت معنا من حماة، يعني بدي احكي بعدة نقاط يعني أتى على ذكرى بعض النقاط اللي ظهرت معنا في هذه المادة. هي فعلا أجمل شيء إصرار أهل البلد على بناء هذا البلد. نحن عم نشوف عمال عم يبنوا هاي المدرسة أو عم يعيدوا تأهيل هاي المدرسة، مصرين على أنه يرجعوا الحياة لهذه المنطقة، وأنه قد ما تكاتفت علينا الظروف الصعبة نحن قادرين ننهض بهذا البلد، نرجع نرجع الحياة من خلال العلم، من خلال المدارس، من خلال الثقافة. ووجه رسالة أيضا أنه هاي المدرسة هي أمانة، وأهل المنطقة هن أولى بالحفاظ على هذه الأمانة. متمنى أيضا ينقلوا هذا الموضوع للطلاب، يعني المسؤولية كبيرة بالحفاظ على هذا البناء المدرسي اللي كلف كتير لحتى يرجع يترمم. وذكرنا أنه العدد كبير، هو 88 ترميم بشكل كامل و114 ترميم جزئي. فعلا مدارس ترممت وتم مدارس إعادة تأهيلها، حتى إعادة بناء لبعض المدارس من جديد في المناطق التي تحتاج، يعني بحاجة إلى أن نهتم بهذا البناء المدرسي، نهتم بالكادر التدريسي والإداري أيضا الموجود من هذه المدرسة. الشكر لكل من ساهم في إعادة الحياة إلى هذه المدرسة وإلى هذه المنطقة أيضا. وشفنا أيضا في تواجد للأهالي أيضا بالإضافة إلى الكوادر المسؤولة من الوزارة. من حماة بدنا ننتقل معكم مشاهدينا إلى السويداء مع زميلتنا سماهر دنون. رح تكون معنا في إضاءة على دورات أطلقتها وزارة التربية لتدريب وتأهيل مدرسي مادة اللغة الفرنسية على المنهاج الجديد الذي تم تأليفه بكوادر سورية. من خلال هذا العام أيضا جدير بالذكر أنه الدورات بدأت في كافة المحافظات مستمرة لمدة 5 أيام. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة مع زميلتنا سماهر. نعم، مرحبا بكم زملائي في استديو الفضائية التربوية السورية وزملائي المراسلين في باقي المحافظات، وتحية طيبة لمشاهدي الفضائية التربوية السورية. أنا اليوم في مركز الشهيد صلاح رستم للتدريب التربوي بالسويداء بمدينة السويداء بالتحديد طبعا قبيل بدء العام الدراسي الذي سيتم خلاله تطبيق منهاج مادة اللغة الفرنسية الجديد الذي تم تأليفه خلال يعني هذا العام. هناك دورات أطلقتها وزارة التربية لتدريب وتأهيل مدرسي مادة اللغة الفرنسية على هذا المنهاج الجديد. تفاصيل أكثر عن ذلك، طبعا لدينا 3 قاعات ضمن هذا المركز أو 4 قاعات قد يكون هناك. سأدخل إلى إحدى القاعات طبعا للحديث عن هذا الموضوع. يعطيكم العافية، بدي قاطع حضرتك شوي. مرحبا، حيا الله، أهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ عبير العشوش. مدربة حضرتك؟ أنا مدرسة لغة فرنسية ومدربة حاليا هون، مدربة مركزية. بدنا نحكي اليوم عن هاي الدورة، مدتها يعني العدد اللي تستهدفه القاعة عندك وهذا الهدف منها، ويعني إلى شو بتهدف؟ تمام، هلا دورتنا هي هذا الستاج هو يبنى على المنهاج الجديد اللي ألفناه هاي السنة، هذا الإنجاز اللي اشتغلناه.
هلا دورتنا هون نحن بدنا نشتغل على المتدربين اللي هن مدرسين. بهمنا نحن نشتغل على كم شغله مهمين فيه، انه نوصل كيف نحلل الوحده الدرسيه، كيف نعرض اليه عرض الدرس، شو الخطوات اللي لازم تكون موجوده بعرض الدرس، وبالاخر كيف بيعمل نص الامتحان، كيف بيشتغل يعطينا نموذج امتحاني صحيح. طبعا نحن من الاساس هو المنهج هو تم على معايير وطنيه، طبعا انه هذا اساسه كان، وان شاء الله انه على اساس هذا الشغل يتم بنجاح. قلنا 5 ايام دوره مقامه، دورتنا راح تبدا اليوم او بدت اليوم بالاحرى، راح نستمر لحد اليوم الخميس من 29 ل2 الشهر. اليوم بدنا نحكي عن المحتوى، هل بيتم تناول المحتوى سيدة عبير؟ طبعا طبعا، بالبدايه نحن عرضنا المانيوال المنهاج بشكل سريع، يعني شو محتوى بشكل سريع. بعدين رح نشتغل على تحليل وحده درسيه، تحليل هاي الوحده الدرسيه رح يكون طبعا على كل مثلا تحليل وحده من كل صف، لازم نحن ننجز بهذا اليوم انه تحليل وحده من كل صف. بعديها رح نشتغل على قلت لك ديغولمو، يعني احنا رح نشتغل على كيف راح نشتغل خطوات اعطاء درس، شو عندنا خطوات نحن لازم نتبع فيها الجيد تبعنا الدليل. بعديها من خلال هذا الشغل اللي راح نشتغله، اخر شيء راح يقدر المتدرب او المدرس يعطينا نموذج امتحاني صحيح يتضمن هاي المعايير، ويتضمن المعايير اللي لازم نختبر فيها الطالب بالاخر. حسب رأي حضرتك هذا المنهاج، حسب ما عرفنا أنه مؤلف في خبرات وطنية، تمام، كيف عم بيكون هذا المنهاج مقارنة بما سبق؟ مقارنة بما سبق نحن حكينا أنه هذا المنهاج هو أول شيء مثل ما حكينا هو يعتمد على معايير وطنية، يعني ذلك أنه أنا يعني أخذت بعين الاعتبار مستوى طلابي، أخذت بعين الاعتبار الواقع، أمثلة أخذنا كثير من الواقع، أخذنا كثير من نقول من ناسيون، من أمتنا، من وطننا، دخلنا بهذا المنهاج. فبالتالي يعني عرض شيء إن شاء الله راح يكون ناجح، يعني ما خرج أبداً عن، أكيد في خروج على ثقافات أخرى مع أنه بس هاي أكيد، بس بقدر الامكان يعني رعينا مثل ما حكينا انه مستوى طلابنا حسب كمان سلسلي، يعني اشتغلنا على شيء اسمه سلسلي وطنيه، بما يعني انه اشتغلنا مرحله، يعني يقدر الطالب اذا بلش من الصف السابع لحد الباك انه يطلع معه نتيجه كل خطوه بخطوتها، يعني كل خطوة إلى أساس. يعني إحنا اللي بيهمنا أنه مضمون هذا الكتاب يكون مرتبط بمثل المحافظات السورية، بالوطن العربي، وأيضا قلنا أنه خروج الباقي الثقافات، ولكن يكون مرتبط بمحيط واقع هذا. تمام، هذا الحكي صح مزبوط كما تفضلتي. كم يوم رح تستمروا؟ من حكينا من نهار من اليوم لحد يوم الخميس 2 الشهر إن شاء الله. يكفي هذا الشيء صح لحتى تعطوا المضمون اللي بتكون معلوم. إحنا اشتغلنا تدريب مركزي بالشام وكان هذا الشيء جدا ناجح، يعني وتوصلنا للشيء اللي بدنا اياه. بيكون في تغطيه لكل مدرسين ماده اللغه الفرنسيه؟ تمام اكيد راح يكون في تغطيه، لانه اول شيء نحن حاولنا نجمع بهاي الدوره، كان في عندنا فرصه ثانيه كمان للمدرسين اللي ما عندهم فرصه يقدموا او يجوا يحضروا هاي الدوره انه يرجعوا على دوره ثانيه، كمان حددنا الى موعد. فبالتالي حاولنا نغطي انه المدرسين جميعا حتى اللي بعده مش داخل على الصف لازم يحضر هاي الدوره منشان يعرف اليه العمل يعني واليه تطبيق هذا المنهج. يعطيكي الف عافيه. شكرا لك، يعطيكم العافيه. بدي التقي ببعض المدرسين. مرحبا، اهلين يا هلا. اول شيء كم سنه لك خدمه حضرتك؟ هلا بالصف صار لي 15 سنه. يعني 15 سنه خبره، يمكن احيانا تقولي انه هيك دوره تدريبيه شو ممكن تضيف لك؟ هلا بتزيدنا خبره، وبما انه منهاج جديد نازل نحن طبعا مع التطور ومع التحديث ولازم نحن نتبع الدوره هاي لنشوف الطرق اللي بدنا نطبقها على الطالب. هلا بما انه طلابنا عم يتعلموا لغه مفروض انه يطلع الطالب يحكي اهم شيء طبعا، وبالاضافه للكتابه، مع انه اللغه الفرنسيه يعني لغه حلوه تعطي الانسان شخصيه ثانيه. هاد نحن بنتبع هاي الدورات مشان نطبقها على طلابنا، عرفتي كيف؟ تمام. طلعتي حضرتك على المنهاج الجديد؟ ايه اكيد. كيف عم بيكون؟ يعني سلسله حلوه وبتحاكي الواقع، يعني المواضيع اللي فيها بتحكي عن المحيط، عن الصحه، عفوا عن الرياضه، يعني بتحاكي الواقع اللي احنا فيه. يعطيكي الف عافيه. شكرا لك. بدي انتقل ايضا لبعض المدرسين هون. مرحبا.
سريع. اسم حضرتك؟ ربيع المقداد. كم سنة صار لك عم درسي؟ إلي شي 17 سنة. الله يعطيك العافية يا رب. اليوم بهيك دورة يمكن بصير في تبادل خبرات، غير إنه حضرتكم يعني رح تاخذوا شيء مما يخص هذا المنهاج، شو ممكن نضيف لك أيضا بالميدان التربوي؟ أكيد يعني كأنه كل واحد من هيك بيستفيد، كل واحد من خبرة الثاني بيعطي بياخذ أفكار جديدة كمان مشان يعرف شو يعطي للطالب. يعني كمان في آخر شيء في أسئلة امتحانية بدنا نعرف شو مطلوب منا تنعطي للطالب عشان ياخذ النتيجه اللي يستحقها الطالب، يعني هو امانه بين ايدينا. تماما، عم تاخذوا من الالف للياء هون، من تحضير الدرس لحد ما تحطوا اسئله التقويم النهائي للطلاب وتقيموهم ايضا. ايوه هو هيك. والاستاذ الحمد لله يعني كثير يعني بيندمجوا معنا كانه يعني رفقات سوا، وجو حلو والحمد لله، يعني بكل ارتياح عم نحط نعمل الدوره هاي. نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك، شكرا لك. طبعا شكرا سيد عبير، شكرا لكم. رح انتقل لقاعات ثانية، اكيد ايضا الحديث مع المشرفه او الموجهه سيده منى البني. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. هلا سيده منى، اليوم في هاي الدورات كم مدرس عم تستهدف في المحافظه وشو المراكز موزعين عليها؟ نعم، نحن بسويدا في عندنا 220 مدرس بين مكلف ومثبت. نعم. وعندنا ست اربع قاعات ب تمام اربع قاعات بسويدا، قاعه بصلخت، قاعه بشهبه. عملنا هاي القاعات توفير على مدرسينا عناء التعب والتنقلات. نعم. اليوم هاي الدورة ممكن أول شيء مثل ما حكينا يعني يكون فيها تبادل الخبرات، وممكن يكون فيها حديث عن المحتوى. نعم. منهجنا اليوم شو في شيء جديد مختلف عن ما سبقه؟ نحن منهجنا المطورة الحديثي يعني تمت بأيادي وطنية ضمن فريق وطني من المؤلفين الإلابوراتور، طبعا هو وفق معايير وطنية للمنهاج. هذا المنهاج شمل التغيير من السابع للبكالوريا، يعني في عنا ست مناهج تمت بجهد حقيقي من فريق المؤلفين. نعم. المدة قلنا لنهار الخميس، هل هذا كافي لحتى ياخذوا كل المعلومات اللي لازم ياخذوها لحتى ينطلقوا لعام دراسي جديد؟ تمام. نحن المنهجية هي اسمها الطريقة التفاعلية، هون سبق بدوراتنا القديمة كلياتها مدربين عليها، لكن حاليا ظل انه المنهج الجديد اللي تم وفق الطريقة التفاعلية يطلعوا على المحتوى الجديد تبعه. كم مدرب بعد نفس؟ كم مدرب بالقاعات؟ بالقاعات بكل القاعة في عنا مدرب، وهن من فريق تدريب وطني كمان كفؤ ونشغل عليه مش خلال يعني هاي السنة، على مدى سنين. إذا قلنا هون في أربع قاعات وبشهبة وبصلخت ست مدربين. طبعاً في عنا مدربين مساعدين يعني بيكونوا هدول اللي رشحناهم جديد عبي دربوا مع مدرب مركزي رئيسي. نعم. سيدة منى البني مشرفة وموجهة لمادة اللغة الفرنسية، يعطيكم العافية. الله يسلمك، هلا وشكرا لكم للمتابعة وللاهتمام. اليوم هون المدرب الأستاذ نبيل. الأستاذ نبيل معزة. نعم، خلينا أستاذ نبيل. يا أستاذ نبيل. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. هلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن المحاور اللي عم تعطوها خلال خمس أيام، هل هي مقسمة أو مثلا لا عم تحكوا مثلا بشكل عام عن الطرائق والأنشطة؟ هلا أول شيء صباحا دورتنا هاي دورة استكمال لدورات سابقة. المحاور أكيد مقسمة، في عنا خلال الفترة أو اليوم الأول الفترة الأولى هي تعريف المنهاج إمار، منهاج الوطني اللي انشغل بأيادي وطنية. بالفترة الثانية في عنا تحليل وحدات درسية مقسمة، طبعا قسمناها بين المجموعات. باليوم الثاني في عنا طريقة أو طريقة أعطاء الدرس، بعدين طبعا نقارن العمل هذا مع دليل الموضوع على المنهاج هذا. من خلال نقدر نكتشف وين في عنا ثغرات، وين في عنا ممكن صعوبات يلاقيها فيها المدرس خلال الصف، والأكيد نحن دليل موجود لتفادي كل هالثغرات. يعني إذا المدرس قدر يطبق المعلومات هي بالصف ماشي حسب الدليل بالضبط، ماشي هو قادر يكون درسه من أنجح الدروس. اليوم المنهاج
نهج جديد من الصف السابع للصف الثالث ثانوي؟ بالضبط، عندنا بالسويدة هون ما راح نطبق بالاسلوب، راح نطبق بالسابع ثامن تاسع، اما السنه الجايه راح ينزل نهاج 11 بكالوريا. في محافظات طبعا راح يطبق فيها نهاج من السابع للبكالوريا. مع بكل مدرسه في دليل، كيف يقدر يحصل المدرس على الدليل؟ هلا مبدئيا الادله الالكترونيه بس راح نطبع اكيد ورقيا، بس هي متوفره بين ايدي المدرسين قبل ما نباشر بالدورات هي الكترونيا. عم نشتغل فيها هسه عمليا الكترونيا، بتلاحظوا انه يعني كل الزملاء عم يشتغلوا بالموبايل بايديهم، فهو هذا الدليل والمنهاج عم يشتغل فيه. بالدليل ضمن الموبايل والمنهاج، احنا لانه بعضه ورقيا ما توفر بكل المناهج. تمام، اذا الطلاب بدهم يحصلوا على هذا الكتاب حسب ما خبر يعني حسب معرفتك هلا بيقدروا يحصلوا عليه حاليا؟ مبدئيا في كتب صارت موجوده، في بعض الزملاء جابوا كتب. الكتب طبعا المتوفره عندنا لانه احنا عندنا سابع ثامن تاسع موجوده صارت مكتبات، اما البكالوريوس العاشر مرحله ثانويه يعني فما في عندنا، احنا مش مطبقه بالسويدة فصعب يكون موجوده، اما خلال الفتره القادمه اكيد راح تكون متوفره بشكل يعني يغطي الاحتياجات. استاذ نبيل المعاز مدرب بدوره يعني تدريب مدرسي اللغه الفرنسيه، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، هذا شكرا. طبعا مشاهدينا كما راينا انا اطلت عليكم من مركز الشهيد صلاح رستم للتدريب التربوي لمواكبه دورات تدريب مدرسي اللغه الفرنسيه، وخاصه بان وزاره التربيه اطلقت منهاج جديد مؤلف بخبرات وطنيه، وسيكون يعني تجريبه خلينا نقول او تطبيقه للعام الاول خلال هذا العام، فكان لابد من تدريب المدرسين، لابد من هذه اللقاءات والاجتماعات لتبادل الخبرات، وهذا ياتي ضمن حرص وزاره التربيه لتجويد العمليه التعليميه والتربويه وللوصول الى افضل يعني اداء فلنقل. كنت معكم انا سماهر دانون، اعود لكم زملائي في استديو التربويه واجدد التحيه لكم وللمشاهدين. شكرا لك زميلتنا سماهر، واسمحي لي من خلالك ايضا بارك للوزاره، بارك لوطننا بسلسله ايمار هذه السلسله المؤلفه بخبرات وطنيه، كون السلسله المستورده او الاجنبيه التي كانت تستجلب من الخارج كانت تكلف الوزاره الشيء الكثير، تم اعتماد اصدار سلسله ايمار من الاول الى الثالث الثانوي بخبرات وطنيه مثل ما ذكرنا او مثل ما شاهدنا في هذه التغطيه بمواضيع تحاكي واقعنا، قريبة من طلابنا، قريبة من أهلنا، وشفنا من خلال هذه الدورات أيضا في تبادل للخبرات بين المدرس الحديث العهد بالتدريس وبين المدرسين الذين يمتلكون خبرة كبيرة، حتى يعني آلية التواضع عند هؤلاء المدرسين أنه كل دورة تضيف لهم الخبرة الإضافية للتعاطي مع هذا المنهاج الجديد. هذا المنهاج يركز على خبرات ربما كان هناك يعاني منها الطلاب بعض الخلل في المراحل السابقة، هي موضوع المحادثة والتحدث بهذه اللغة وموضوع أيضا الاستماع، هذه المهارتين تم التركيز عليهما من خلال هذا المنهاج الجديد. نتمنى له في عامه التجريبي الأول التوفيق والنجاح، وأكيد رح يكون في هناك دراسة راجعة لهذا المنهاج، سوف يطبق ببعض المدارس لكن في المرحلة الابتدائية سوف يطبق بشكل كامل. كل التوفيق لخبراتنا الوطنية. ننتقل معكم مشاهدينا من السويداء إلى حلب وزميلتنا ضياء قدور اللي رح تكون معنا من ثانوية التلمذة الصناعية يلي تم فيها الدورة المركزية تشغيل وصيانة الآلات، واللي بتضم مجموعة من معلمي الحرف من معظم المحافظات السورية اللي تم تدريبهم على صيانة التجهيزات بشكل دوري ومستمر وعلى آلية الحفاظ عليها. تفاصيل أكثر معك ضياء. تحية لكم زملائي بالاستديو، وتحية لمراسلين التربوية بالمحافظات السورية، والتحية الأجمل دايما لكل مشاهدين متابعين شاشة التربوية السورية. طبعا نحن متواجدين معكم حاليا بثانوية التلمذة الصناعية اللي عم بتم فيها الدورة المركزية على تشغيل وصيانة الآلات. طبعا هي الدورة هي بتضم مجموعة من معلمين الحرف من أغلب المحافظات السورية لتدريبهم على صيانة التجهيزات اللي عم يشتغلوا عليها أثناء العام الدراسي. طبعا حتى نحكي بتفاصيل أكثر عن الدورة راح انتقل لمعاون مدير التربية للتعليم المهني الأستاذ مصطفى عبد الغني. يسعد أوقاتك أستاذ مصطفى. يسعد أوقاتكم وشكرا لكم. أستاذ مصطفى تحكي لنا عن هي الدورة. طبعا دورة مركزية بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية وغرفة صناعة حلب. الهدف منا إعداد كوادر تكون مميزة ومؤهلة للحفاظ على الآلات ولإجراء الصيانات الدورية والصيانات المفاجئة للآلات. طبعا صيانة الآلات بشكل مستمر وبشكل دائم هذا مهم جدا، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى العملية التدريبية وعلى جودة التعليم.
في الحقيقة مدربين أكفياء من كافة المحافظات، إضافة لمدرب عالي المستوى من غرفة صناعة حلب يقدم الخبرات اللازمة والمطلوبة للمتدربين. متدربين كما لاحظت من خلال الحوار معهم يعني لديهم الرغبة بإتقان مهنة الصيانة، وكما ذكرت وأسلفت صيانة الآلات مهمة جدا والحاجة لها عالية جدا، ونسعى إن شاء الله من خلال هذه الدورة لإعداد الكوادر المطلوبة للحفاظ الدائم على جهوزية الآلات. الأستاذ مصطفى، سابقا كيف كانت تم صيانة الآلات والتجهيزات هي؟ لدينا في كل مدرسة معلم صيانة، في كل مدرسة لدينا معلم صيانة يمتلك من الخبرة الكافية لإجراء الصيانات الدورية. نسعى من خلال هذه الدورة لتعزيز مهارات هذا المعلم، يعني جميع المتدربين الموجودين حاليا بالدورة هن معلمات ومعلمين الصيانة المفروضين المخصصين لصيانة الآلات ضمن المدارس. نسعى إن شاء الله لتعزيز مهاراتهم ليكونوا يعني أكثر قدرة على إجراء الصيانات بكفاءة عالية. شكرا لك مصطفى. استاذ مصطفى، راح انتقل كمان هلا معنا مدرب من غرفه الصناعه، نتعرف عليك بدايه. محمد سامي طحان من غرفه الصناعه، رشحونا مشان نعلم الانسات على صيانه الماكينات ونزيدهم بالخبره، اذا كان موجود هنا عندهم خبره او ناقصهم اي شيء نزيدهم بالمعلومات اللي عندنا. طبعا غرفه الصناعه لها دور كبير دائما بالتعاون مع وزاره التربيه باكثر من شغله، وهلا من ضمن هي الدوره المركزيه، كيف عم بتلاقي التجاوب مع المتدربين؟ التجاوب مع المتدربين والمتدربات كان جيد جدا، في استوعاب جيد جدا، في عندهم حب لانهم يتعلموا هالشيء هاد، وفي عندهم ذهن فاضي ونظيف، فالحمد لله لقيت إقبال منهم كتير جيد جدا لأنهم هنن يشتغلوا وعندهم حب أنهم يشتغلوا وعب نفذوا هالشي هذا هنن بإيدهم. بشرح لهم أنا شلون طريقة العمل وهنن عب نفذوا فرد كل فرد لوحده أنه هنن شلون يشتغلوا، والحمد لله في إقبال جيد وفي عندهم كتير طموح أنهم يتعلموا أكتر، ونحن إشي إن شاء الله إشي الناقصون رح نعطيهم إياه. هلا بالنسبه للماكينات اللي عم بيتم الدور عليها، شو هي، شو بتتضمن؟ في عندنا ماكينات الدرزه الصناعيه، وعندنا ماكينات الدرزه المأتمته، وعندنا ماكينه العراوي، ماكينه الزرار المأتمته والعاديه، وماكينه العراوي المأتمته والعاديه، وعندنا ماكينه الابرتين، وعندنا ماكينه الكوع. هلا من قبل هن في عندهم معلومات عن طريقه الصيانه، وحضرتك هلا عم بتساعد بتعزيز هالمهارات اللي عندهم. طبعا عندهم معلومات ونحن عم نعزز لهم مهاراتهم، وايش في عندهم اسئله هن مجهزينها نحن عم نعطيهم اياها ونجاوبهم عليها، وايش في نحن عندنا معلومات بتضيف خبرتهم وبتقويهم انه كيخدموا بالنسبه لكأنسه وطالب او استاذ وطالب ما تلقى لهم شغلهم عم نعطيهم اياها. لك استاذ وراح خليك تتابع عملك، وبنتقل هلا لمشرفه الوزاره نتعرف عليكي. أمينة قبلان، الوجهة الأولى للتعليم المهنة صناعة الألبسة في مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية. هلا حضرتك مشرفة من الوزارة لهي الدورة، تحكي لنا عن طبيعة عملك. كوني مشرفة للدورة ومدربة في الدورة، طبعا نحن بداية انه نحن في عندي تشغيل وصيانة الآلات التخصصية من كافة انواع خلال الدرس الصناعية، الحبكة، الأزرار، العنقبة، آلة الكوع، بالإضافة نحن من خلال مناهجنا كان بصف العاشر 11 بكالوريا، طبعا عندي موجود انا الآلات كافة، نمشي بداية فيها بالتدريب مع المتدربين، طبعا من خلال الدورة اللي نحن موجودين فيها من خمس محافظات موجودة عندنا مهنة صناعة الألبسة، هي دمشق، ريف دمشق، حمص، حما، حلب. لاحظنا أنه نحن تقبل المتدربين إن كان ذكور أو إناث تقبلهم بشكل كامل وفعال خلال الدورة، ولاحظنا أنه في الأريحية بالتعامل طبعا مع الآلة من قبل المتدربة أو من قبل المتدرب. هلا هي الدورة هي الأولى ولا سبق صار دورات مثلها؟ حصل دورات سابقة، طبعا نحن كل سنة بنعملها بمحافظة لاستقطاب عدد كبير بكل محافظة بالنسبة للدورات. شكرا لك، وراح انتقل كمان للمتدربين. يسعد أوقاتك، نتعرف عليكي. خولة الحسين، مدرسة دمشق ثانية عدنان مردم. هلا تحكينا شو عم تشتغلي؟ هلا احنا عم نفك المسند مشان عير الابره مع المسند والمكوك وبيت المكوك. هلا فكيته انا بدي اعيره. هلا انت المعلومات اللي عم تاخديها هون بالدوره قديش حاسه انه عم تقدم لك فائده عن الخبرات اللي عندك قبل؟ كثير جدا جدا، معلومات بسيطه ونحتاجها، احنا نحتاجها، وطريقه اصلاحها كثير بسيطه وسهله ونستوعبها بسرعه.
ما عم فيها كثير. بالتوفيق لك. كمان بننتقل كمان لمتدربة ثانية نتعرف عليكي. المدرسة إيمان الغربي من ثانوية بسام حمشة المهنية بدمشق. كمان تحكي لنا شو الفائدة اللي أخذتيها من هاي الدورة؟ معلومات قيمة من الصفر، لو كان عندنا معلومات بيرجع إعادة، صيانة للآلات كل الآلات اللي عم تشتغلوا عليها أنتوا ضمن مدارسكم؟ موجودة باختصاصنا، من آلة الدرزة، آلة الحبكة، آلة الأزرار، الكوع، الأعطال كلها اللي بتواجهنا كلها عم نتعلم عليها. بالتوفيق لك إن شاء الله. طبعا مثل ما أنا شايفين هاي الدورة اللي عم بتقيمها وزارة التربية، وطبعا هي دورات متلاحقة، تدريب معلمين الصيانة وتعزيز مهاراتهم. طبعا الآلات والتجهيزات بكل المدارس تحتاج لصيانات دورية كل فترة، وهذا الشيء ما بيتم إلا إذا كان في عنا مدرب متخصص بهالموضوع. هالدورات هاي هي اللي عم بتساهم بتعزيز مهارات المتدربين والمعلمين حتى يكونوا قادرين على صيانة تجهيزاتهم بشكل دوري ويحافظوا عليها. هذا كل شيء كان عندي اليوم، وبنرجع لزملائنا بالاستديو. شكرا لك زميلتنا ضياء قدور، كنت معنا من حلب في هذه التغطية لدورة تدريب معلمي الحرف على صيانة الأجهزة والآلات التي يعملون بها. يعني جميل جدا هذا الشيء اللي عم نشوفه، وأيضا الأجمل هو الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة موضوع الشراكة مع غرفة الصناعة. يعني هون احنا حتى عم نفتح خطوط لعمل هؤلاء الخريجين فيما بعد التخرج من هذه المدارس. لكن هون في موضوع تدريب المعلمين معلمي الحرف، يعني عندما نتحدث عن حرفة الخياطة أو تصميم الملابس يعني تكون منقوصة عندما لا نمتلك جميع الأدوات، وخاصة موضوع صيانة الأجهزة اللي عم نتعامل معها بشكل مباشر. أكيد هؤلاء المدرسين سوف ينقلون خبراتهم إلى الطلاب وإلى الكادر التعليمي أو من خلال خبرتهم في التدريس. بدي أحكي أيضا عن موضوع تحدثنا فيه خلال حلقتنا مع اقتراب العام الدراسي على البدء. يعني تحدثنا وأخذنا نماذج من مختلف المحافظات السورية، يعني هي الحال واحدة في جميع المحافظات لموضوع تأهيل المدارس، موضوع إعادة صيانة هذه المدارس وتأهيلها للعام الدراسي الجديد، موضوع إيصال الكتب المدرسية. يعني خلال أيام سوف يتم استكمال جميع الكتب وجميع النواقص، تم إيصال قدر كبير ونسب كبيرة جدا من الكتاب المدرسي، وخاصة للأماكن الساخنة أيضا يعني رغم صعوبة الوصول. وموضوع تدريب المدرسين وتأهيلهم وخاصة على المنهاج الجديد في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية. يعني العام الدراسي تقريبا نحن على استعدادات، والوزارة جاهزة لاستقبال هذا العام، بقي على الطلاب أن يستقبلوا هذا العام بابتسامة بفرح بأمل أن يحققوا أمل سوريا فيهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية، لا نطلب منهم سوى التفوق والنجاح. بنهاية حلقتنا بدي أتشكركم وأتشكر مراسلينا اللي كانوا معنا بهذه الحلقة، خضر لهويد من الحسكة، ضياء قدور من حلب، سماهر دانون من السويداء، وليد سلطان من حما. شكرا كثير لكم زملائنا. مني ومن كادر العمل بالفضائية التربوية كانت معكم رشا عامر في الإعداد، حمزة حمزة في الإخراج. تبقوا بألف خير.